لكن معانا مراسلنا مرة أخرى فاروق صلاح، ومعاه لقاء مع الكابتن محمد مصلحي عضو الجمعية العمومية واللي ليه باع كبير جدا في النادي الأهلي وفي الكرة الطائرة. نشوف اللقاء وإحنا مع فاروق صلاح على الهواء، أكيد هيكون عنده الجديد. فاروق إحنا معاك من جديد. بجدد التحيه بالزملاء الاعزاء محمد فارس واحمد اسامه وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دايما في تاريخ النادي الاهلي ذكريات كتير وبطولات كتير وارقام كتير، وزي ما هنحتفل بكره بذكرى 27 نوفمبر، انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم واساطير النادي الاهلي وصاحب ريكورد مميز ال 100 الانتصار وموسوعه جينيس للارقام القياسيه، الكابتن ميدو مصلحي مدير الفني لفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن ميدو ارحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويوم مهم في تاريخ كل من ينتمي لجدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. صباح الفل عليه لكل الاهلاويه، وان شاء الله يبقى عرس جميل جدا للنادي الاهلي والاهلاويه، وانا شايف ان في حضور مكثف جدا من الاعضاء يعني، ودي حاجه ايجابيه. كابتن ميدو رايك في التنظيم، شايف التنظيم ازاي؟ والنهارده اقبال كثيف جدا من اعضاء النادي الاهلي في مشهد بيدل على مدى رقي اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. لا، اولا التنظيم على اعلى ما يكون. انا هنا طبعا متواجد في النادي كل يوم، وشايف بقى لهم حوالي 3 اسابيع بيعملوا في الخيمه، ومجلس الاداره بصراحه ما كانش يعني ميسر كل حاجه للاعضاء، والحمد لله التنظيم كويس جدا يعني الحمد لله، وانا حتى انتخبت بسرعه جدا والدنيا كويسه يعني. عايزين بقى نوضح الامر حضرتك، يعني الوقت اللي استغرقته من الدخول للخروج يعني برضو توضحه لزملائنا في الاستوديو وايضا لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. والله انا ده هو بس الدنيا زحمه شويه بره كعربيات يعني، لكن هنا في النادي ما خدتش 5 دقايق لغايه لما ادليت بصوتي، وان شاء الله يعني هقعد شويه كده وان شاء الله ماشي يعني. عايز تقول ايه لكل جماهير النادي الاهلي، وبرضو نستغل وجودك معانا ونطمن اول فريق العواجيز، ولا فريق العواجيز بيعرف يرد عليهم كويس؟ الحمد لله يعني مفيش عواجيز ولا حاجه الحمد لله. الولاد يعني احب اطمنكم على الفرقه السنه دي الحمد لله، ان شاء الله عايزين نفرح جمهور النادي الاهلي كالعاده يعني، وان شاء الله يعني احنا بنستعد للدوري ان شاء الله الاسبوع الجاي، وربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نسعد دايما جمهور النادي الاهلي اللي هو السند الاول للنادي ان شاء الله. انا عارف ان عندك تحديات كتير، وده بتبقى على قدر التحدي وغيرتك اللي بتبقى على فريق الكره الطائره بالنادي الاهلي، وايضا هم غيرتهم على نفسهم وعلى اسم النادي الاهلي. هو اسم النادي الاهلي لوحده يخليك تاكل الملعب، اسم النادي الاهلي لوحده يخلي اللعيب عايز، وجمهوره جمهوره بالذات السند الاول للنادي وللعيبه. انا عايز اقول لك ان النادي الجمهور حاطط امل كبير جدا على الفرقه بتاعتنا، وان شاء الله لا ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. كابتن ميدو بالتوفيق باذن الله في اللي جاي باذن الله. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. زملائي الاعزاء احمد اسامه محمد فارس، ده كان لقاءنا مع الكابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق الكره الطائره بالنادي الاهلي. زي ما وضح برضو اتكلم كاحد من واحد من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، الامر ما استغرقش اكتر من 5 دقائق، سهوله ويسر ومشهد حضاري جدا بيدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.